هما وتفاصيل أكثر معك. تحية طيبة لك صفاء ولضيفك الكريم ولكل مشاهدينا الأكارم. صفاء بالفعل أنا متواجد الآن في مرفأ اللاذقية، نرصد اللحظات الأولى لرسو السفينة الباكستانية المحملة بمواد الإغاثية للمتضرري الزلزال، وهناك استقبال من قبل القيادة الإدارية والسياسية هنا في محافظة اللاذقية لهذه الباخرة وللسفير الباكستاني شهد أختر المتواجد هنا في ميناء اللاذقية. سعادة السفير أهلا وسهلا بك على شاشة السورية، ومشكورة كل جهود الباكستان، وهي صداقة قديمة وليست بالجديدة. ماذا تخبرنا عن حمولة هذه السفينة لمتضرري الزلزال؟ Welcome again to the governor of Latakia, and what can we say? Of course we express our gratitude, thanks, appreciation for Pakistan for this second ship that's coming with this relief aids. What can we say about this? Any comments, any statement you'd like to message you send on this occasion? Okay, Bismillah Rahman Rahim. Like he already said that this is the second ship. So arrival of second Pakistan naval ship within 10 days, it signifies the importance which government of Pakistan attaches to the Syrian crisis, and also signifies the love and affection of Pakistani people for the Syrian brothers. كما ذكرتم، هذه هي الباخرة الثانية التي وصلت في غضون أيام عشرة. كانت سبقتها باخرة أخرى سابقة، وطبعا وصول هذه الباخرة يدل على مدى الود والمحبة التي يحملها الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية لأشقائه السوريين في هذه المحنة التي تعرضوا لها جراء الزلزال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني صفاء، هذه كانت كلمات من السفير الباكستاني، وهي ثاني سفينة تأتي أو ترسو في ميناء اللاذقية. معي دكتور معلا إبراهيم، وهو عضو المكتب التنفيذي المسؤول لقطاع التجارة والتموين. دكتور معلا، أول شيء أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم وعرازي. أهلا وسهلا. طبعا دكتور معلا، هي ثاني سفينة باكستانية فيها حمولة إغاثية، آلية توزيع ما إلى هنالك من المعلومات عن آلية تفريغ وتوزيع هذه السفينة. أنا مسؤول عن تفريغ الباخرة توصيلها إلى مستودعات، بعدين يصير توزيعها عن طريق غرفة الغاسي. استقبلنا الأسبوع الماضي باخرة كانت تحمل حوالي 700 طن، واليوم تقريبا 200 طن، وإن شاء الله بتوصل لمستحقينا وللمتضررين. وباسمي وباسم الجميع نشكر الحكومة الباكستانية على هذه الإعانة، ودائما وقفتهم معنا شيء كويس، ومنسمنا كثير كثير. واهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا يعني صفاء، هذه كانت يعني اللحظات الاولى لرسو السفينه الباكستانيه هنا في ميناء اللاذقيه وحمولتها، والان سوف يعمل على عمليه افراغها وايصالها الى المستودعات من اجل عمليه التوضيب وايصالها الى مستحقيها من متضرري الزلزال. والان عوده لك صفاء ولضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك مراسل الأخبار هما مزريقة، كنت معنا من مرفأ اللاذقية ونقلت لنا الصورة كاملة حول وصول سفينة مساعدات باكستانية إلى مرفأ اللاذقية، وذلك في ظل استمرار وصول المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال برا وبحرا وجوا. نحن معكم في هذه